السلام عليكم. نيجيريا الكاميرون، مقابلة من كيما نقولوا حنايا، مقابلة من أروع ما يكون. أنا قلت لكم هدرناها ونمشي، أنا نقولها الناس قاع يقولوا هذا الدور، هذا وين بدأت كرة القدم في إفريقيا، هذا وين بدأ الدور الأوروبي في إفريقيا. اليوم كنا نشوفوا نيجيريا الكاميرون دور أوروبي، والله لا دور أوروبي، مقابلة أوروبية 100%، مقابلة أوروبية 100%. شنا كيفاش الهدف من جا في كره مرتده، نقولوا بلي كره مرتده، كوفرو جات عاود تولات عند الجوار، عاود دار روتري، عاودت جوار عرف كيفاش ردها براسه في البوينت بيناتي، الجوار ما قراش. شنا كيفاش وين اونديو اللي سجل الهدف في الدقيقه 19، هدف من اجل تسجيل وفقط، جات من كرة مرتدة من غفلة من مدافعين تاع الكاميرون. ورانا نشوفوا بلي المقابلة ماهي سهلة، كي رانا نقولوا بلي ماهي سهلة، مقابلة راهي صعبة، مقابلة نشوفوا عمل الاستحواذ راهي 100 كيما نقول لك حنايا 50-50. شلنا كيفاش الهجمات الخطيرة، تسعة نيجيريا، ثمانية سبعة الكاميرون. يعني الكرات مكاش تسديدات من خارج المنطقة ولا داخل المنطقة، تسديدات وين شنا كيفاش التشكيلة والخطة. يعني كي نقولوا التشكيلة والخطة، خطة تاع نيجيريا، وراهي تلعب نقولوا بلي نيجيريا يتلعب 4-2-3-1، يعني خمسة في الميليو تيرا، نيجيريا تلعب 5 في الميليو تيرا. وشلنا فاني كيفاش الكاميرون راهي تلعب 4-3-3، راهي تلعب 4-3-3، كيفاش 4-2-3-1، راهي تلعب 4-2-3-1، مقابلة مغلوقة، خاصة وين تشوف الميليو تيرا، تشوف حرب تكتيكية في خط وسط الميدان. وين شلنا كيفاش كاميرون وين ضيع فاني كاميرون، نقولوا ضيعوا ستيفان وين كريستيان وين كلينتون ناجي، وين ضيعوا أهداف نقولوا بلي خاصة في الدقيقة الخمسة، الدقيقة الخمسة وعشرين، الدقيقة السبعة وعشرين، الدقيقة الثلاثين، نيجيريا الكاميرون ضيعت هدفين، نقولوا هدفين، كانت التعادل، هدف التعادل، خاصة هدف التعادل في الدقيقة 23، هدف محقق اللي ضيعته. شلنا كيفاش فانيك نقولوا نيجيريا اللي دخل بقوه، وين عرف كيفاش يخادع الكاميرون، خاصه احمد موسى والفيرد، وين شنا موسى سيمون، شنا اونديون مسجل الهدف. لكن ما ننساوش دانييل الحارس اللي انقذ المرمى تاعو، الحارس النيجيري اللي انقذ المرمى تاعو من هدفين محققين. خليك ما نساوش الحارس تاع كاميرون اللي فانيك انقذ، اندري اونانا اللي فانيك انقذ المرمى تاعه. مقابله هذه من نقولوا حنايا ما بين الاقوياء، اليوم من بين الاقوياء. تبقى هذه المقابله من احسن المقابلات بين زوج فرق، نيجيريا كاميرون التاريخ تاعهم يحكم عليهم. نقولوا كيما كان نيجيريا الكاميرون، التاريخ هو اللي يحكم، التاريخ هو اللي يتكلم على ذو زوج فرق. من تلقاو شحال من مره فينال، تلقاو شحال من مره في الادوار، اقصائيات تاع كاس العالم، اقصائيات تاع كاس افريقيا، تلقاو في دور المجموعه، تلقاو. يعني نقولوا بلي اليوم المقابله، كي نقول بلي مقابله اوروبيه، رانا نشاهدوا شنا كيفاش الشوط الاول صعب. الشوط الأول، الشوط الثاني أصعب من الشوط الأول.
غادي نشوفوا مقابل الشوط الثاني، غادي نشوفوا المدربين خطط جهنميه، نشوفوا تغييرات في الخطه، تغييرات في التشكيله، ما غاديش تكون سهله. هدف ماهوش فوز، هدف ماهوش فوز لنيجيريا امام من؟ امام الكاميرون اللي تلعب في كره حديثه. رانا نشوفوا نيجيريا كاميرون يلعبوا في كره حديثه، الخطط اللي يلعبوا بهم كره حديثه، كل مدرب لعب مفتوح، لعب مفتوح. وين شفنا كيفاش نيجيريا تحوس تبني تبني الهجمه تاعها، خاصه وين شفنا نيجيريا تبني الهجمه تاعها من خط وسط الميدان. الكاميرون تبني الهجمه تاعها من الدفاع، شفنا كيفاش من الدفاع، من كيما نقولوا حنايا على الكوتي دروا كوتي غوش، كيفاش يصعدوا، كيفاش يبني. انا نشوف فيهم، انا نشوف المقابله، مقابله اللي ماهيش سهله، المقابله اللي ماهيش سهله، مقابله اللي نقولوا بلي مازال ما كملتش. نشوفوا الشوط الثاني، الشوط الثاني ما على بالناش كيفاش غادي يكون، خاصة الشوط الأول اللي شفناه ينبئ بأن سوف تكون شوط مقابل، شوط المقابلة سوف يكون طاحن جدا، ما غاديش تكون سهلة المقابلة. كاميرون ماهوش فريق اللي يستسلم، غادي يستسلم بسهولة، إلا أهداف. شفنا الهدف الأول اللي سجله لعب دقيقة 19، نقولوا باللي غلطة تاع المراقبة، هفوة، وين هفوة من عند أونديون، هدفة كيما يقول هفوة من الدفاع تاع الكاميرون، سوء المراقبة من كرة مرتدة، نقولوا باللي كرة مرتدة مشي دخلوا بها لياليك. روتري عاودت ولات عند الجوار، عاود دار لها روتري فانيك، عاود رد براسه في البوان بيناتي، الجوار كان حاضر. سوء المراقبة، هذا ما كان ماشي قضية زعما تاع ماهيش نقولوا بلي مقابلة بين نيجيريا والكاميرون، مقابلة غادي تكون سهلة في الشوط الثاني، مقابلة اللي غادي شفنا كيفاش الكاميرون اللي راه فاتح اللعب فانيك، نيجيريا فاتحة اللعب، الأحسن هو اللي غادي يفوز، الأحسن والمدرب اللي يعرف كيفاش يقرا المقابل، يقرا الشوط الاول هو اللي غادي يفوز، خاصه المدربين اللي نقولوا بلي مدربين ما همش مدربين اللي عندهم 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 كيما يقول لك الخطط تاعهم، عندهم الاوراق الرابحه تاعهم في البنك دو توش. يعني غادي نشوفوا حوار تكتيكي ما بين المدربين، حوار تكتيكي ما بين المدربين، ما غاديش نقولوا بلي المقابله تاع اليوم مقابلة غادي تبقى في النسيان، ما تبقاش في النسيان، خاصة بالنسبة لنيجيريا والكاميرون. المتعة رانا نشوفو في المتعة، رانا نشوفو ماشي نشوفو مقابلة مغلوقة، ماشي نشوفو بلي كل مدرب خايف، لا، خاصة وين نيجيريا سجلت وتحوس تغتنم الفرصة باش تسجل سنها في الشوط الأول، ولا تحوسوا باش يضربوا الضربة القاضية في الشوط الأول، بعد ما الكاميرون فتحت اللعب. فتحت اللعب بطريقه جميله، وين شفناهم كيفاش اللعب تاعهم مفتوح، اللعب تاعهم مكشوف، تمريرات دقيقه، تمريرات الطويله، تمريرات قصيره، تمريرات السريعه القصيره السريعه، شفنا كيفاش دخلوا حتى لمنطقه العمليات تاع نيجيريا، لكن بدون جدوى امام نيجيريين اللي راهم نقولوا بلي ما عطاوش ما سمحوش كيما نقولوا حنايا، ما عطاوش مساحات للمهاجمين تاع الكاميرون، شنو كيفاش يدافعوا بشراسة، خاصة عند الكاري 18، ما يخليكش تقدم تدخل تاع الكاري 18، بعض الأحيان شناهم دخلوا ضيعوا أهداف، لكن نقولوا بلي نيجيريا راهي منظمة الصفوف تاعها خاصة في الخلف، ميليو تيرا، شنا كيفاش راهم ميليو تيرا كي راهي تلعب عند الكاميرون، شنا دو باريال. خط تاع الدفاع، خط الوسط الميدان، كيفاش يتراجعوا ويصوروا وين ما يعطوش مساحات كبيره للكاميرونيين. وشنا فانيك مام عند الكاميرون الا الهدف اللي جا في كرات في كره مرتده داخل الكاري 18، شنا كاري 18 كيفاش راحت ولات وبعد عاودت ولات طاحت عند في البوينت بيناتي، الجوار عرف كيفاش يحطها في الشباك. يعني من فماك شنا كيفاش الكاميرون نظم صفوفه وانطلق في الهجوم، على ذلك نقولوا بلي المقابله من الصعب التكهن بها، خاصه الشوط الثاني بعد غادي يبدا
نشوفوا الشوط الثاني. الشوط الثاني ما غاديش يكون سهل على نيجيريا لكاميرون. كاميرون تحوس باي طرق تعدل النتيجه، نيجيريا المحافظه على النتيجه، و يحوسوا كيفاش يخادعوا والضربه القاضيه في الشوط الثاني. هذه هي بعد المقابله ان شاء الله بربي. وين شنا دروك قدام نكملوا الشوط الاول، شنا كيفاش شنو نهضروا باللي التغيير في النتيجه صعب التكهن. شنا كيفاش نيجيريا عاودت رغم ان سجلت في الدقيقه 19، شنا كيفاش عملت استحواذ وين كملت ب 62% الكاميرون 38% نيجيريا. شلنا كيفاش الهجمات 17، ما عندهمش الكاميرون ما كانش عندها هجمات بزاف. شلنا الهجمات النيجيريا ما عرفوش كيفاش يجيروا الشوط الثاني. الشوط الثاني وين شلنا نيجيريا كيفاش حوست باش تسجل الهدف الثاني الضربه القاضيه، لكن الكاميرون كان عندها راي اخر. شلنا في الدقيقه 41 ستيفان وين سجل الهدف لصال هدف التعادل. شلنا كلينتون وين سجل في الدقيقه 44. يعني مفاجاه، هذو هما الفرق الكبيره اللي يلعبوا باللعب مفتوح، يلعبوا بلعب مفتوح. قلنا لكم بلي غادي نشوفوا مقابله اوروبيه، رانا نشوفوا في مقابله اوروبيه. هذه هي صحيتو بعد الشوط الثاني نشوفوا، خاطر ما غاديش تكون سهله، ما تكونش المقابله سهله، ما غاديش تكون مقابله سهله.